اطار دور المنوط بيا كان برلماني، ارتئينا اننا ننظم يوم تحسيس مع مهني قطاع الصيد البحري بالجهه لتسليط الضوء على مشروع قانون 95/21 الذي وضعته الوزاره الوصيه في البرلمان من اجل المناقشه والمصادقه. هذا مشروع القانون يروم الرفع من قيمه الغرامات ما بين 5000 الى مليونين ديال الدرهم، الشيء اللي كنشوفوا على انه حيف وعلى انه غير منصف وتشوفوا العديد من الاختلالات. فضلنا ان نشركوا كاع مهني قطاع الصيد البحري والمتدخلين في القطاع اليوم في هذا اليوم التحسيسي من اجل تسليط الضوء عليه ومن اجل الاستعداد له واعطاء اقتراحات فيه. شاركنا في هذا اليوم التحسيسي الدكتور عز الدين الماحي القاضي بالنيابه العامه بالرباط، بالاضافه الى السيد المحامي عمر ازوكا معنا، ونشط اليوم التحسيسي طبيعه الحال واثار جمعيات المهني كانوا حاضرين معنا. مشروع القانون اللي تطرح في البرلمان اللي هو الاساس واللي هو لب النقاش كيروم الغرامات الماليه الموجهه لقطاعات كامله، لا التقليدي ولا الصيد الساحلي ولا الصيد على البحر، انها ترتفع من 5000 مليون درهم. ما يمكن الصيد التقليدي تعطيها 2 مليون درهم، ما يمكن الصيد التقليدي تعطيه 200000 درهم، ما يمكن الصيد الساحلي تعطيه مليونين درهم و100 درهم. يعني هم كاين فئات في القطاع مختلفه، كاين الصيد التقليدي، كاين الصيد الساحلي، الصيد على البحر، الصيد الصناعي، وبالتالي خاص الغرامات تكون موجهه حسب الفئه العامله. وطبيعه الحال نوهوا كاع كافه الحضور اللي حضروا معنا اليوم المهني قطاع الصيد البحري وسائل الاعلام اللي واكبونا، نشكرهم جزيل الشكر دائما كيواكبونا في هذه الانشطه اللي هذه هي، ونتمنوا على ان شاء الله تكون عندنا بصمه في هذا مشروع القانون داخل قبه البرلمان اللي يضمن طبيعه الحال ويساهم في تنظيم القطاع الى الاحسن واستدامه ديال المصايد وضمن حقوق ديال المهنيين والعاملين في القطاع. الدكتور عمر الزوغار محامي بهيئه اكادير وباريز وكندا، جئت اليوم في إطار هذا اللقاء العلمي الذي نظمته جمعية وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة من أجل أن نناقش مشروعا قانونيا يتعلق بالصيد البحري والذي هو الآن مطروح أمام المؤسسات التشريعية. هذا النص الذي يعتبر تعديلا لظهيرة 1973 والذي تناول بالتنظيم الصيد البحري من غير تمييز بين أصنافه. هذا التعديل بطبيعة الحال جاء ليجسد المقاربة الجنائية حيث الغرامات تصل إلى 2 مليون ديال الدرهم أي 200 مليون سنتيم، وهذا ما اعتبره المهنيين بالنسبة إليهم مجازفة ومخاطرة ومن شأنها أن تأتي على القطاع الصيد البحري من مقاربة أن هذه الغرامات بالإضافة إلى الغرامات الجنائية والمالية والإدارية فإن التشريع يجب أن يكون متلائما مع الواقع، يجب أن يستحضر البعد الحقوقي والحق بالنسبة للمواطن المغربي في المعيشة وكذلك لخصوصية المنطقة هنا في جهة الدخلة. من قال الدخلة أساسا قال البحر، قال الصيد، وحينما يتم تعطيل البحر في هذه المنطقة فإن مجال اقتصادها وشريان استمرارها هو البحر، ومن ثم فإن قراءة نقدية لهذا المشروع اقتضت أن نمنح جميع السلطات العقابية التي قررها النصوص بالنسبة للإدارة. خرج جميع المهنيين بضرورة أن تحال إلى اختصاص السلطة القضائية لأن القاضي هو ابن بيئته ويعرف الخصوصيات المقررة لكل منطقة. شكرا. حول السؤال ديالكم على هذا اللقاء، هذا اللقاء أنا كنعتبره لقاء مثمر، لقاء يعني الناس اللي حضروه وحضروا له هاد الأساتذة باش ناقشوه، لقاء أنا كنعتبره دار جميع القوانين اللي دارت وزارة الصيد البحري دارها تحت المجهر وعلى المهني وعى على اي اليوم حنا مستعدين كممثل ديال الصيد التقليدي في الغرفه باش غادي نناقشوا هذا الشيء اللي قالوا هاد الناس. هادو حاضر واحد المحامي بارع وحاضر قاضي وحاضر السيد الرئيس وحاضر الحضور كاملين، الله يخليكم. باش نكمل الفكره ديالي، انا اليوم يكفيني ان مندوبيه الصيد البحري او مندوب وزاره الصيد البحري ما خصوش هو اللي يبت في هذا الشيء، هذا راه من العيب والعار
بس من 5000 درهم حتى 200 مليون راه من 5000 درهم حتى 200 مليون هذيك المسافه راه فيها واحد النوع من اللعب. اليوم خاص القضاء هو اللي يحل عليها الشيء. اليوم خاصك تطالبوا القضاء هو اللي يبت في هذه الامور هذه، باش تخلوا مندوب او غيره يبت في هذه القضايا هذا وفي امور الناس. هذا امر غير معقول. المقترحات حنا يلاه غادي نناقشوها، درناها وغادي نناقشوها مع الاساتذه في يوم من هذه الايام وغادي نتقدموا بها. المقترحات كيف قلت لك مندوب وزاره السيد البحري والصلح. الصلح ظاهر الفصل 53 على اي اساس انا كنتصالح معك وانت كتخلي الفلوكه محبوسه او المركب محبوس او السفينه محبوسه وانا مصالح معك كتدوي فيها تخلص؟ انا تصالحت معك طلق لي السفينه كتخدم؟ كيقول لك هو لا، هذا الامر هنا هذا حنا كنرفضوه جملة ما تفصيلها، والمندوب يبقى يبت حنا كنرفضوه جملة ما تفصيلها. حنا اللي خاصو يبت هو القضاء لا اقل. ملي عود عندنا قضاء وكنعتنيو به وكنفتخروا به وكنقولوا في المحافل الدوليه عندنا قضاء نزيه، وخلونا نمشيو للقضاء النزيه وخلونا من المندوب او غيره باش يجي واحد يحكم فيا من 5000 درهم حتى 200 مليون. وهذاك الفارغ شكون غي شكون غادي يبت في هذاك الشيء؟ يعني كاين باك صاحبي صافي، غتبدا باك صاحبي، انت باك صاحبي ندير معاك اللي بغيت وهذاك الاخر نطحنوا. هذا هو المشكل، هذه باينه باينه اللعمه كما كيقولوا. مع تحياتي لكم. دورنا اليوم يعني في هذا المكان يعني هو لقاء تواصلي تحسيسي حول موضوع هام، يعني الامر يتعلق بمشروع قانون 95/21 الذي له ارتباط وثيق بالقانون او الظاهر في 1973 المتعلق بالصيد البحري. اذا كانت مناسبه جد هامه لتبادل الرؤى حول هذا المشروع، لا من حيث الغرامات بالدرجه الاولى ولا من حيث السياسه التشريعيه اساسا في هذا المجال. وبطبيعه الحال فتح نقاش هام بين الحاضرين، ترتبت عنه صدور العديد من الاقتراحات من قبيل انه يتعين على المشرع مراعاه الجانب الاجتماعي في هذا الصدد، وذلك عن طريق تخفيض الغرامات المتعلقه بالمخالفه للصيد البحري، الى جانب اعطاء وتوسيع بعض الصلاحيات للقضاء من اجل تحقيق نوع من الضمانه. اذا كان لقاء متميزا من جميع المعاطيك، وبطبيعه الحال ان هذا اللقاء يندرج في اطار المساهمه في النقاش العمومي البناء الهادئ، وذلك بما يخدم مصلحه فضلى للبلاد في المجال التشريعي.